النهارده هناكل سمك. فهناخد هنا بقى عندنا ايه؟ سمك بلطي هنقليه بطريقه اجدد شويه وطعم احلى شويه. ايه الاضافه اللي هتضيفيها النهارده عشان تخلي السمك احلى؟ دقيق الذره. دقيق الذره هدخله مع السمكه هيديها ريحه وطعم حلو جدا. طيب اي حد هنقلي السمك ازاي؟ اول حاجه طبعا بنغسله حلو جدا جدا، ونبقى مراعيين ان من هنا اهم حاجه بتشيلي، بصي في سلسله الظهر اللي جوه دي، روح لفين؟ اهو ليك انت ولا ليه هو؟ اهو سلسله الظهر اهي، شايفين بيضه ازاي دي؟ دي بقى بتبقى حمراء، لازم تنضفيها بقى بفرشه، بايديكي، باي حاجه، لان الاحمر او الدم اللي يبقى هنا هو ده اللي يجيب الزفاره. خلاص؟ يبقى دي مهم جدا ان انا اشيلها، حلو الكلام؟ طيب شلناها وغسلناها وصفناها زي الفل زي ما احنا عاملين كده. تعالوا بقى نعمل التتبيله بتاعتها، التتبيله بتاعتها اللي هي ايه؟ اللي هي الثوم مفروم، عصير الليمون، كمون، شطه اختياري او لا، والملح. والفلفل الاسود. تحطي على السمك فلفل اسود؟ اه بحط على السمك فلفل اسود. وهنمسك بقى السمك حسب حجمه، لو هو كبير عن كده بفتحه من ظهره، انما ده حجم متوسط ما بفتحوش من ظهره، بيبقى يا دوبك من جوه بس كده. تمام اهو بالشكل ده كده ماشي. ماشي بقى حبه تتبيله تعالى من بره كده برضو. هيبقى معلقه صغننه بواقي بس كده، هروح احطها هنا كده. تمام هناخد بقى هنا قولي كده 3 معالق من الدقيق، والباقي هنا في الطبق التاني. خلاص معايا اهو. وهنا معلقه، هنا 3 معالق من الدقيق ومعلقه كبيره من النشا، وهنا معلقه كبيره من النشا. تمام بيكنج باودر هنا نص، يعني على الكميه دي قولي معلقه صغننه هنا كده، كده هتروح في العجينه، ومعلقه صغيره هنا. حلو الكلام. هنا في التتبيله، هنا مفيش تتبيله، هنا ناشفه خالص مفيش تتبيله، هنا في التتبيله سنه ملح بسيطه، هعصر عليها ليمونه برضو. حلو. وميه. دوبي بقى كده، هحط 3 معالق من الدقيق، معلقه من النشا، معلقه صغنونه من الخلطه، وعليها عصير الليمون وشويه ملح وبساط وبس. سربهم كده رب 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 رب. حلو الكلام. عندي هنا بقى في ايه؟ في دقيق والنشا والبيكنج باودر. دقيق والنشا والبيكنج باودر هو اللي هنا، بس ده عليه ميه وعليه معلقه من التتبيله، ده ناشف مش عليه حاجه خالص، بس هنزود له ايه؟ هزود له دقيق ذره، 3 معالق كده دقيق ذره اصفر عليها، تديني اختلاف للسمكه. باخد بقى السمكايه بالمنظر ده واروح ايه؟ تسيبيها بس، يعني انا دلوقتي عملت لك على طول، انت سيبيها ساعه كده ولا حاجه. ماشي اهي. كل حاجه كده في العجينه، واروح نازله هنا على الايه؟ على الدقيق. اخد بس الاول دول نحطهم في الزيت. انا حاطه الزيت يسخن، وهتروحي ايه بقى؟ ادي كده الدقيق اللي عليه البيكنج باودر، اللي عليه دي الذره والنشا، وبرده من جوه كده.
وعلى الزيت، نفضيها بس كده وانت بتشيليها، وعلى الزيت بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدر كل بقى الباقيين بالشكل ده اهو، وناخد اللي في العجينه، وخلي بقى العجين ياخد من بره ومن جوه عشان كلها تبقى قرمشه، ومن جوه برضو. اوعي تقلبي السمكه دلوقتي نهائي نهائي. ليه بقى؟ هتلاقي الجلده فكت منك والقشره طلعت وبقت شكلها شوارع على الاخر. طب نعمل ايه؟ ولا حاجه، بنسيبها لغايه الجزء اللي تحتاني ده ما يستوي تماما ويحمر حلو قوي، وبعدين نقلبها. تلاقيك بقى حتى الجزء اللي بره اللي فوق ده استوى، بدا ان هو يمسك نفسه، تمام؟ فتقليبه هيبقى سهل جدا بقى. لا، السمك عايز نار عاليه، عايز نار عاليه. بصوا انا بقى بشوف الايه اخبار السمكه ايه، اهي لونت. ابدا ان انا ايه اقلبها بالراحه. اخبار الثانيه ايه، سنه صغيره، هو اللون ده اللي احنا عايزينه، وما نقلبش كتير، هما ناحيتين، الناحيه دي بقت حمرا خالص ومظبوطه تماما، خلاص اسيبها كده لغايه ما تتحمر. نفس الحكايه الثانيه اسيبها بقى كمان شويه، طبعا دي نازله بعد دي بشويه فهتحمر نفس الحمران بتاعها. احنا ليه بنصفي فوق الزيت؟ انتوا عارفين ليه؟ عشان ما انساش تاني واقول لكم اخر حلقه ونسيت ان انا اقول لكم، علشان اللي طالع من الزيت ده تمام، تلاقيه في المطاعم او في اي حاجه في مصفى فوق الزيت بتطلع كده وتتعلق كده، تتعلق كده. لا بقى ليه؟ بصوا بقى، البخار بتاع الزيت ده بيطلع على الحاجه اللي فوق يصفيها اكتر،